للأزهر الشريف مكانة تكاد أن تصل إلى حد التقديس في قلوب وعقول ونفوس المسلمين في شتى بقاع العالم، باعتباره قلعة الدفاع عن الإسلام بمفهومه الصحيح المعتدل. فالأزهر بتاريخه الممتد عبر الزمان بأكثر من 1000 عام كان وما زال حاميا للعقيدة من الفكر المنحرف، وهو الذي يتولى قيادة العمل العلمي في مجال الاجتهاد الفقهي وتجديد الفكر الإسلامي، وهو منارة للعلم في العالم كله ورمزا للوطنية والوسطية السنية. فتعد أروقة الجامع الأزهر رمزا تاريخيا وحضاريا يشهد بعالمية الأزهر ودوره العلمي والاجتماعي على مر العصور. انتشرت الحلقات والدروس والمجالس الدعوية والمحاضرات الأسبوعية التي تنظمها إدارة المسجد، فيحاضر في الأروقة أكابر علماء الأزهر الشريف، ومنهم فضيلة الأستاذ الدكتور السيد أبو شنب، أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وله العديد من الأبحاث العلمية والعديد من المقالات الصحفية في العديد من الصحف والمجلات المحلية والدولية، وله مكانة مرموقة في العالم الإسلامي وجولات. سندرس مختارات من وحي القلم للرافعي هذا الكتاب، والذي يريد أن يكون أسلوبا وليس عنده وحي القلم فقد خسر خسرانا مبينا في الدنيا والآخرة. يروى أن الدكتور سعد مصلوح الأستاذ بجامعة الكويت الآن وجامعة القاهرة، إذا أراد أن يكتب مقالاً أو بحثاً أو كتاباً يجعل له ورداً يومياً جزء من كتاب الله عز وجل وفصل من وحي القلم. يعني شوف، جمع بين كلام الله عز وجل وكلام لبشر، ولكن في الحقيقة أن كلام الرافعي مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، له كتاب في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي. فالذي يريد أن يتعلم العربية يذهب إلى ابن مالك وابن عقيل وابن هشام وغيرهم ويتعلم الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع وخبر إن مرفوع واسم كان مرفوع، لكنك إذا أردت أن تعطيه نصاً ليقرأه على الناس وكان عالماً ويحصل على تقدير ممتاز في النحو والصرف، غير أنه لا يجيد أن يقرأ النص قراءة سليمة ولا أن يخطب خطبة سليمة، لأنه تعلم القواعد. لكن القضية المهمة كيف يستطيع أن يطبق تلك القواعد على الأسلوب، كيف يكون أسلوبا. حكمة لابد أن تضعوها نصب أعينكم وفي قلوبكم جميعا، حكمة صغيرة جدا: احفظ تقل، إن الكلام من الكلام. تقول مرة أخرى: احفظ تقل، إن الكلام من الكلام. أي إنسان كون أسلوباً رائعاً لا شك أنه قرأ قراءات متعددة وكتباً كثيرة وثقف نفسه ثقافة واعية مستوعبة. لذلك لما أراد أحد الناس أن يتعلم الشعر فذهب إلى أحد الشعراء وقال: أريد أن أكون شاعراً. فأمره أن يحفظ 1000 من مقطوعات الشعر العربي. قال له: احفظ 1000 مقطوعة ثم أتني مرة أخرى. فحفظه، وجاء له مرة ثانية وقال له: لقد حفظت هذه 1000 من المقطوعات. قال له: اذهب فانساها.
ثم تعالى مرة أخرى فذهب ولم يأته مرة ثالثة. لماذا؟ لأنه صار شاعراً.